وجدة حر وكتمة وغيمة. اليوم احنا في زيارة للفنان عدنان بريكي في متحفه رائع، أعمال جمالية في غاية الإبداع، يعني لا من أبناء البلد، من أبناء المنطقة التاريخية، من أبناء الحجاب، جسد التاريخ بمباني ببيوت بكل حرفية ومهنية، يعني أبدع فيها. لا هو مستشرق ولا هو ينقل، بالعكس عاشها ويصف الحياة كيف كانت كما هي. الله يعطيه العافية الأستاذ عدنان بريكي، إن شاء الله نشوف متحفه أحسن من كذا بكثير، موقع أحسن من كذا. أستاذ عدنان مساك الله بالخير، أهلا بيك حبيبي، سعدنا اليوم بزيارتك. الله يسعد أنا بيكم، اشهد علي الله سعيد بيكم. الله يحفظك. أنت ابن جدة؟ أنا ابن جدة، الوالد من مكة والوالدة من جدة. وعشت جدة تطول وتربيت ودرست وعملك في جدة. أنا عشت البيوت هذه وعشت الرواشين هذه، نعم، وطالع نازل وتربيت فيها إلين تزوجت. أنا كنت في البيت هذا، نعم. عملت في هي قطاع؟ أيوه أنا عملت في، درست في أرامكو في البحرين حوالي 3 سنوات، بعدين جيت اشتغلت خطوط السعودية. أيوة، وتقاعدت الآن حوالي 35 سنة خدمة. الحمد لله. وهذه الهواية؟ هذه هوايتي أنا أصلاً، هوايتي الرسم. فنان تشكيلي. أنا فنان تشكيلي وشاركت في معارض، والحمد لله كنت ما أشارك معرض الأعمالي. ليش؟ لأنها تراثية من البيئة. اتجهت للمجسمات. مجسمات متى هذه؟ من قبل 40 سنة. أوه. نعم. وجدت فيها انك تقدر تحسسك انك انت عايش في هذا الماضي الجميل. من 40 سنة عملت شيش واحد وانا اعجبت فيه جدا. بعدين سويت بيت اخذت فيه يمكن حوالي 4 شهور وانا اسوي فيه بيت اشربت لي، يعني جسدته تماما. ايوه الحمد لله. فجبت الوالد ما شاء الله عليه فنان، كان يسوي اسمه منقل، أصلاً إحنا لقبنا منقل، كان يسوي العبود اللي حوالينا الديبان. فالمهم وشاكل وحشب جداً بيه، كيف قيب جلس طالع فيه كده، قلت له مين سوى هذا؟ قلت له أنا يا ابو، إيش خير إن شاء الله، إيش رأيك؟ قال لي هذا لو أي واحد شافه أنت بينك وبين نفسك تذكر الله. فأنا عرفت أني أنا عملت حاجة جيدة لها قيمة، وانطلقت من بعدها عملت مجموعة كبيرة، وكان اقتناها أياميها الشيخ عبد الرؤوف خليل، وراحت معظمها في الحريقة، لكن بقي منها على ما أذكر في بيت مشهور، بيت نصيب بقي منها في المبر الآن أو مدينة الطيبات، أو بقي منها الظاهر هو بيت باعش منها، بيت شربك شربك. وانت هنا البيوت تقريبا اغلبها مجسده. أيوة. كما هو البيت. ايوه نعم، انا يعني الهدف هو ثقافي، الفكره الثقافيه اني انا ابغى اوضح للغير، مش لاهل جده، ابغى اوضح للغير انه جده مش عباره عن حجر منقبي وجدد، لا، جده فن بيوتها مش شيء سهل ابدا، يعني مقارنه بكل مدن المملكة، جدة ومكة والمدينة والطائف تقريبا هم أكثر البيوت ملفتة للنظر، فيها فن، فيها إبداع، فيها فكر هندسي ما هو سهل أبدا. يعني الرواشين هذه كانوا يشتغلوها؟ والله أنا بالتحديد ما أعرف مين كان يشتغلها، يعني قريت عنها كثيرا، كان أيام العثمانيين أو شيء أو قبل، لكن وجدت فيها إبداع ما بعده، فقلت أنا لازم أطلع هذا الإبداع للناس. البيوت كل يوم بتطيح، فقلت هذه نموذج إن أنا أعمل هذه البيوت قبل ما تطيح، والله العظيم. فكان فكري كل ما أشوف بيت بده يطيح وجميل على طول أروح ألقط صوره وأجي أشتغل عليه يمكن حوالي شهر، إلين كل بيت لي نقش خاص فيه. أيوة نعم. رواشين والبيت تصمم تصميم هندسي، نعم، عن طريق الكمبيوتر. وبعدين طبعا البيوت هذه كلها تختلف عن اللي انا اياميها اقتناها الشيخ عبد الرؤوف خليل، لان هذه فيها دقه متناهيه. انت لو تقرب الكاميرا، نعم، الى اي باب من البيوت هذه، نعم، حتشوف الدقه فيه
في الحفر يعني. الحفر نعم. يعني شوف رغم ان الباب هذا مثل 12 سنتي كبره لكن باين هذا الحفر هو موجود اصلا في البيت هذا. حتى هذا شوف الحفر فهي ناحية ثقافية. أضفت لها أنا الموديلز هذا العربيات الكرو وعربيات السقة حق الموية وعربيات الفرش اللي نقولوا فيها الحجر المنقبي والمش عارف إيه والفيتون وال يعني ربنا أراد ألهمني بطريقة إني أنا أقدر أنفذ هذه الأشياء كلها غير الموديلز اللي هم الشخوص نفسهم. يعني أنت لو تطالع الشخوص نفسهم هتلاقي حركة الشخص نفسه هو بياع هو أيا كانت مهنته هتجدها قدام زي هذاك الدوار. شوف الدوار هذا نعم. في حرمة واقفة تشتغل دائما نحن مع الحرمة كان في واحد دفيل يشير المقاضي حقتها وهذا الدكاك يعني حاولت إني أنا عملت في شاركت في معرض الكتاب اللي صار قبل 3 سنوات وحطيت بعض النماذج بهذا الشكل كده والله أنا كنت بدي أشوف الإقبال يعني إيش الناس يقول والله وجدت إقبال مهول من أطفال إلى حريم إلى أجانب إلى رجال إلى يعني مش سعوديين بس أبد والله حتى الأجانب ذهلوا من هذه النماذج الحمد لله. الله يعطيك العافية. الحمد لله. أتمنى إن شاء الله قريب إني أعمل معرض في كل حياتنا. انت حتشوفه حتى انت شايفه الان شيء ان شاء الله في المعرض حتشوف شيء ثاني. يعني كنا واحد داخل حارة حتعيش حياتك حياتك. يا الله هذا محل ما كنا هنا كنا نلعب كبد. يا الله بيلعبوا كبد هذول يلعبوا كبد هذول يلعبوا كبوش هذول يلعبوا هذه كل الاشياء ما يعرفوها الناس. الجيل حقنا هذا للأسف الشديد ما يعرف ما عنده أي ثقافة إلا ما يعرف بس روشان نعم. بس روشان وباب ومدري بس إذا عرفوا يعني مركب دكة مش أشياء مفردات بسيطة لكن عاشوا ولمسوا السعادة اللي كنا فيها إحنا في ذيك الأيام إحنا أبو خالد إن شاء الله عاملين أبغى أوضح للناس كيف الأجداد هدول شقوا تعبوا مش عملية حجر منقبي وقدر والكلام ده لا في فن هنا في هندسة في شيء يعني في جدة ما أعتقد في بيوت غير جدة ومكة والمدينة اللي هي يعني مؤثرة من جد زي هذه. هذه بيوت طبعا مش ارتجالية من عندي وإنما هي بيوت موجودة الآن في جدة بعضها قايل للسقوط. أنا كنت أحرص إن أي بيت أشوفه يبغى يطيح أروح أجري أسوي أيوة هذيك ورشتي وكنت أخرج أشتغل برا هناك لكن الآن خلاص زي ما أنت شايف الامتداد قفل علي فصرت ما أقدر عندي بيوت كتير أبغى أنفذها بس ما في مكان. هذا زي بيت مين ده؟ هذا بيت الرشايدة وكنت ابحث عن البيوت المتميزه اذا ماشي تبعونا بقى بالضبط. هذا الميزه اللي فيه هذه البلكونه هذه قليل جدا ما تشوف بيت بهذه البلكونه وشفت تداخل الرواشين في بعض هنا المنظر هذا منظر ما هو سهل ابدا تداخل الرواشين في بعض هنا مره رايق نكمل البيوت. ايوه هذا بيت سلوم اللي قبال بيت باعشين جدا حلوه هو اللي جدا يا من حلوه ايوه هذا بيت سلوم اللي في الزام بيت انا اللي عجبني فيه انه صغير ايوه محل زي ما انت شايف 1 2 3 ايوه كده ملموم مع بعض الروشانين هذه مره عجبتني. هذا بيت بسباسه طايح هذا طايح بالله راح في ايوه هنا الشط هذا هنا بيت اللهم صل على النبي تيجي تخش من هناك ايه لا خلاص الله عليك ايه هذا بيت ايه هذا بيت حزوقه ايوه قبال مجلس الفلاح ايه وهنا وهذا بيت باديب ايوه احمد باديب هو حقيقه ما هو في الشارع ضيق ايوه قبال بيت بقابل ايه الجمال اللي فيه
الرجل نفسه يتكلم دائما عن جدة. أي يعني دائما تلاقيه موجود ويتكلم عن جدة وجمال جدة وأهل جدة. أنا لا يعني. والله هذا اللي خلاني أنا أعمل. هذا بيت نصيف طبعا معروف. هذا بيت نصيف اللي عندي شجرة نعم. قبل الشجرة هذه تقريبا. أيوة بكل الزخارف. أي. هذا من البيوت اللي عملناها من زمان. هذا إيه؟ هذا اللي بيت الثاني بيت المغربي هذا إيه؟ جميل. شوف كيف لو تيجي تركز على الرواشين من فوق على كل عزل احنا كل ساكنين هنا سكنت فيها هذا انا كنت انت سكنت في هذا ايوه شو هذا الروشان هذا مفتوح ده هذا الروشان هذه الطاقه دي اللي ما في هذه كانت غرفتي وكنت ارسم فيها وكنت حسن عبد ربه ايوه حسن عبد ربه امه كانت ساكنه في ايوه تحت كان هذه غرفتي هذه غرفته شوف قدام بيت امير ما هو حاطط لها قدام انا فتحها فتحه وكان بيت عم الله يرحمه سراج يحيى ايوه وكان اهله تورج عدنان وريني ايش رسم طيب اقوم اطلع لك ايش رسم مرحبا اللي بعده اللي بعده شوف شوف الروشان هذا شيش هذا شوف لو تقرب الكاميرا تحت هنا شوف الجمال هذا في الروشان كيف النكهه جمال الروشان تحت كمان تحت ايوه هنا شوف حط يدك شوف كيف ايوه هذا هو ايوه فوق هذا اللي ما نستخدمها البيضه هذا بويا انا خشب ولكن مدمون بويا سيارات هنا هذه ايش هالشيء بعدين يروح هنا كمل لي تفضل هذا بيت السيرفي وهذا بيت قابل ايوه خلينا هنا هذا بيت قابل هنا شايفه بيت طبعا بيت قابل له امتداد ثاني هنا هذا بيت قابل هذا بيت قابل هذا الباب حقه اللي هو قبال بيت بديب عاد عدنان ما يحتاج يعني هذه تذكرني كنت اجلس فيها الغرفه دي الصغيره دي يا شيخ انت كنت ساكن ولا تشوفوا بعض ولا شيء لا هم بعدنا ولا مش عارفين هذا اشرح لنا بالله بيت الصرف بيت الصيرة في هذا البحر على البحر هذا شفتوا ميزته فيه شفت الرواشين حقته بلكونات وكيف مرة الصيرة في ذا أيوة هذا مرة رايح هذا ولا هذا هذا الصيرة أيوة فأنا رحت أضفته المعلم عم صالح صرف يا ايه انا معلم صالح اضفت المعلم اللي كان ابني شوفوا كيف واقف جالس على الرحمانية وهذاك اللي يسوي القراري هذا القرار اللي تحت يكسر الحجر المنقل يا سلام طيب يا سلام طيب هذا يسموه وقف الشافعي هذا البيت لونه ازرق على ما اعتقد هذا اللي كان في مكتب المهندس سامي ايوه هذا البيت سمعت عنه انه هو كان في هذا البيت شوف جمال الباب حقه شوف شرق الشارع بالضبط شرق الشارع وهذا بناجه يقولوا له الباشا بس انا قابلت واحد من بيت بناجه قال لي لا هذا مو بيت الباشا هو بناجة صحيح بس باعوه من بدري لا قالوا اعطوه لي مش عارف مين واحد شغال عنده بيوت كثيره في البلد هذا بيت عم سفيان بناجة سفيان بناجة اللي قدام المركز في العمود هذا اللي في حاره الشام ايه حاره الشام حتى كمان بيوت مهنة خلاص بالضبط وكمان بيطيح ايوه يعني انا اصور فيه خايف انا بيصلحوه والله ما كده سبحان الله لو تيجي تطالع الجنب هذا نفسه الجنب هذا تطبيق فنانين يعني ما هو ايش هذاك بيت طبعا نور ولي اللي اصحابه اهملوه احنا شايفينه هذا بيت نور ولي خلينا من اجمل البيوت خلص هنا يا دكتور هذا بيت الجمجوم هذا بيت الجمجوم اللي وراه كبير هذا الجمجوم اكبر بيت هذا واحد بيت الجمجوم عباره تطبيق فعلي لنظام الدوبلكس اوه والله العظيم شوف هذا شوف بيت كبير صح شوف هذا دورين شوف ميزانين مخازن شوف
احد منهم شاف شاف التصميم جوا؟ ما حد جاكم من جمجمه يا شباب؟ صح البيت جوا، هو جوا طايح، هذا جوا 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 الان. اظن انتم قلتوا لي ولي عهد بريطانيا مقتول، لا غالين يا خالد، ولي عهد بريطانيا ومن اربع واجهات هو عدنا. ايوه اربع واجهات الدكتور عبد، هذا بيت الجمجوم من اكبر بيوت جده التاريخ. في اي حاره هو؟ على 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 المدخل قدام مسجد المعمار، خلف المعمار. اي حاره يا حتى اليمن، هذا اليمن جنب المعمار اليمن. لا حتى أيوة. مظلوم اشرفت على التربيه طبعا. هذا السناب بعيد، هذا قدام مسجد المعمار بعيد. هذا بتاع عشان شوف هنا سيدي الدكتور، هذا بيت مين؟ بتاع عشان هناك المسجد، تعرف المسجد حقه؟ اي بخاري هناك المسجد حقه، لسه باقي له ايام. هو هنا الان اللي فيه المحل، الصور هنا، هذا قاعد بالفعل هو نمشي. وفي ثلاثة أبواب، هذا باب حق الرجال وباب الحساب. تقدم أنت سيدي عدنان، تفضل. طيب هذا بيت البلد. هذا إيش؟ بيت البلد. هو أعتقد بيت إيش يسمونه؟ بيت مين؟ اللهم صل وسلم. هذا بيت باجنيت. 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 اللي ما تكتب عليه. قدام البنك الأهلي التجاري. لا لا. إيه طيب. أنا ما بكتب عليه عشان. لا تخرب. خلي الناس يعني كده تعرف. هذا اللي هو عاش فيه، اللي عاش فيه البريطاني ذاك إيش اسمه هو؟ لورنس. العرب. عاش في. عاش في هذا البيت. ثلاثة أحواش. هذا مين؟ فلاح. فلاح الله. من هنا طبعاً، في هنا هذا الباب اللي نعدي منه. طيب بس في له آيات قرآنية وشعر بنائي وده كله موجود، ولكن عشان لا ي... وهذا الفناء الداخلي، هذه مدرسة الفلاح، ثلاثة مدارس هذه هي؟ ايوه هذه؟ واللي بعده؟ هذا بيت المكبولي، هذا بيت المكبولي بحاسة الشام، مهندس طارق مكبولي ايوه اللي عند المقهى. ايوه عند المقهى، هذا هو، هذا هو بيت المتبولة اللي في المحل اللي تحت المرتفع. هذا هو في له، شوف من هنا باب، هذا مو باب، هذا مستودعات. ايوه هذا كل باب، هذا كل باب. لما يكون كثير هنا فادي وما في نوافذ، هذا مستودع، اكبر مستودع. هذا الجمجوم عنده كذا، وهذا الجمجوم كبير شفنا. اي تفضل تفضل يا أكمل. هذا بيت برضو المكبولي بحالة بحالة اليمن. اليمن هي. أيوة هذا الواجهة حقته. اللي في طارق. أيوة. اللي فاتحينه متحف. اللي فاتحينه متحف. حق سمير وعصام. عمر عصام. أيوة وسعود. دخلت هنا. هذا البيت اللي هي الواجهة الغربية كده كان. فين الباب الرئيسي اللي كنا ندخل؟ هذا هو هذا. الشارع. هذا هذا الباب بعد ما جهزت الحفر حقه، هذا المقعد قعدنا فيه، دقة الحفر حقه قعدنا في المقعد مدة تحت جالس أفكر فيه، بس يعني الحين كيف هسوي ذا الباب؟ لسه إلى الآن ما هو موجود الباب. ما هو الباب انصرق، الباب هذا شربتني يا وليد، الحين جابوا باب اشتروه وركبوه في الشبيب. هنا إيش يا أستاذ؟ والله شبيب. هنا كمل لنا إيش البوابة هذه ولا؟ هذا باب مكة يا وليد، هلكتنا يا وليد، هنا فرصة. هذا باب مكة. باب مكة هذا. بس هذا شوف البيوت كلها راحت مع البيوت كلها موجودة مع هذا البيت. ممكن نأخذ هذا بيت البغداد اللي ما يجي. من أكبر. هذا بيت البغداد. شوف كيف. نفس الباب هذا. والله نفس الباب. لحظة. شوف الحركة حقت اللي فوق الباب هي نفسها. نفس. والله العظيم. ترى لعلمكم كل هذا الخشب. ما قالوا بس هو لا ايوه مكلف طبعا، يعني عمليه متعبه، تعال جرب اي خشب هذا طالع، هذا خشب مقل، عشان كده تنا تحمل شويه. ايوه هذا له سنتين حركه مشروبيات خشب عايق تمام. هنا كيف المكان هذا؟ والله انا كانت فكره عندي ان انا اسوي هذا متحف،
هذا بيت الواجب. اي هذا بيت الشربات. جهد عظيم. جهد عظيم. هذا بيتك مين؟ نورولي. هذا نورولي ها؟ هذا بيت نورولي. هذا نورولي. بس هي مشكلة هنا انه نسي. لا لا ما نسي. ايش؟ لا نسي الحمام. حمام التركي. في حمام تركي ها؟ موجود. هذا بيت مين يا دكتور؟ اه حبيبي طلع. هي الروح هذا. هذا بيت عدنان. عندك بيت عشان الاشياء. ها؟ بيوت عشان. بيوت المكه. هذا البيت دولاته مدينه. انت كيف جيت؟ هذا شربت لي هذا هذا بيت باعشه ايه هذه هنا الفتحه حقت اللي هو باعشه اللي جنب المقهى اللي جنب المقهى تراثيه اللي جنب مقهى طلال ايه طلال المقهى فين في نفسه لا من هنا جنبه المسجد والله والله انت عامل الساعات الثلاثه كلها لوحات هذه عمرها فوق ال 40 سنه فوق 40 سنه اي نعم هذه الاعمال كلها ما عدا طبعا هذه حرب الكويت هذه العام في الثلاثينات ايه هذه اللوحات انت سويت العربيه دي ايوه ما شاء الله هذه العربيه تمشي هذه لو في حصان ولا في عفريه تمشي مشيها تمشي وتلف كله بس هذه نسبتها كبيره عن البيوت هذا والدك ها؟ ايوه هذا ابوي الله ايش اسمه؟ يوسف يوسف هذا عم يوسف امريكي هذه صورة انت راسيها الملك فيصل ها؟ ايوه هذه عمرها 43 سنة يمكن 43 سنة ايوه هذا كان عمري انا في العشرينات ايه الحمد لله حتى الحصين وده انت سويت لا هذا الحصين لا هذه ايوه الحصين هذه جاهزه ولكن انا جلست العب فيها لوين فيها يعني لكن كل شيء اللي تشوفه هنا هذه انت مسويها؟ هذه؟ ايوه اي شو الجاكيت جالس هو كده يجلس نعم أيوه. وهذه لعبات السياره الابلكاش نعم تذكر السياره اي اي روح في الطائف شوف الكراسي تحت جيت المكتب وهذه الكراسي حقت المراكيز شكله جلستك الرئيسية هنا الخشبي ده هذا ايش هو ايش ده اسم شيخ نسيت مقنو كله خشب ايوه لا بس كانوا يسموها اسم انا رحمة الله يعني اهل جده ايوه السيارات اللي بالخشب ابلكاش سياره ابلكاش يقولوا لها ابلكاش ايوه ابلكاش هذه حقت نور ولي شوفها لا
هذه القبة شوف كيف حقت الحمام التركي. ايوه هذا تنحط هنا الانبات وشوف عاد كيف يصير شكله. هذه زي الباب برجول، وهذه المداخل حقتها. ايوه هذه هي تشكيلة الواجهات. يعني هذا جزء من بيت المدبولي. هذا جزء من بيت المدبولي او الجمجوم، والله ناسي. هذا بيت الجخدان. هذا بيت اللي هو بقول لك عليه بناجة أو شيء زي كذا، هذا بعشي. الله، شوف المجلس والاناقه والله. شوف الرشان الحرمه تجلس. الغرب ما يعرف فرقنا وهذه بعض الشباب عندنا كان في الاعياد لابد كل التفاح تطلع تتنفض. بعضهم قالوا لي يا شيخ ما كانوا يطلعوا فوق الشيش عشان كانوا في السطح. ايوه بس هو في السطح يعني، بس انا اذا كان شيء صغير ممكن. ايوه يعني صغير فوق الشمس كبيره صغير طلع فوق. والله كنا نلعب هنا كثير هذه يعني أمي هذه الله يرحمها. هذه لوحة قديمة مرة، هي من التراث ثابتة محرمة ومدورة الله يرحمها. وهذه هذه خالة بديعة الله يرحمها. أي هذه الله يرحمها. هذه بعض النماذج كيف كانت الحياة، هي عبارة عن نماذج كده عملتها. لكن تصور لما تتفرد البيوت كلها وتتعمق أو يصير مكتب عشق فيها. كل واحدة لها اسم معين، هذه واحدة الوحيدة ما بغيرها. والله الآن إذا هم بيسووا مواسم وبيعملوا أشياء مكلفة وكل شيء، يعني لو يحرصوا إنه يكون في متحفين ثلاثة مو واحد في مدينة زي جدة كبيرة في هذه الأشياء موجودة. كل المتاحف اللي موجودة أشياء قديمة جابوها حطوها زنابين مش عارف، ولكن متحف بهذا الشكل نماذج ما في. يعني بيبنوا مباني في خلال أيام عشان بكل أسف معظم التحف اللي بتلاقيها الماكيت زي كذا أو الحمرة هذا
كلها صباحها منصور في الصين. ايوه ولكن شوف انت هذا ايش هذا؟ حركة الشخوص هذا ايه؟ هذا واحد بياع يبيع النحاس نحاس هذا كان يلمع النحاس ولكن يشن السكاكين شوف انت حركة الناس واحد يشيل واحد يحط واحد مش عارف ايه واحد متخدد واحد كان في مكة البسيوني يسوي هاي من باب الوفاء حقيقة لأهل المتاحف والمجسمات لهم حقيقة لهم فضل كبير حقيقة يعني على الوطن انه بيجسد التاريخ بالذات التراث العمراني وبيحكوا قصة وطن فمن باب الوفاء لهم حنتكلم زرنا متحفين هذا متحف مجسم الأستاذ عدنان مليكي جزاه الله خير أسعدنا رأسة الأخوان الكرام هذه هدية متواضعة يقبلها من مجموعة حالات معالم وتراث وأثار أنا شايف فيها الله يبارك حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جي لك يوم ضيف حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جي لك يوم ضيف